إلى دكتور سليمان في واشنطن. دكتور سليمان، أمريكا لم تكن يوماً داعمة لأي دولة تسعى لتطبيع علاقاتها مع الدولة السورية التي يرأسها بشار الأسد، وبالتالي كيف هو الموقف الأمريكي أو ماذا نتوقع من الموقف الأمريكي تجاه هذه الخطوة؟ أعتقد أن الأمر يعود إلى نتائج التطبيع، بمعنى إذا كانت تركيا وسوريا تعملان على تطبيع العلاقات وتركيا تطلب من الأسد أن يتعامل مع المناطق الكردية، ذلك سيكون له تبعات مع إدارة بايدن ومع واشنطن للتضييق على الأكراد. فالأولوية للولايات المتحدة في سوريا هي الحرب ضد داعش، وبالنسبة لواشنطن فالتحالف مع المجموعات الكردية كان منتجا وفعال ضد داعش. بشكل أساسي إدارة الولايات المتحدة ترى خطوط حمراء لأي مبادرة خاصة فيما يتعلق بسوريا، فأي مبادرة سوف تؤثر على الوضع الراهن ممكن أن تتسبب في مشاكل. التطبيع أيضا والتضييق على المجموعات الكردية سيكون له رد فعل من واشنطن، لكن إذا كان التطبيع يهدف إلى تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام الأسد بحيث يمكن لتركيا أن ترسل المزيد من اللاجئين إلى سوريا فقط دون أي تغيير آخر، فستكون واشنطن متقبلة لهذا الوضع. في نهاية المطاف سوف تطلب أنقرة من دمشق أن تضيق الخناق على المناطق الكردية، وربما يكون ذلك مصدر جذب لنظام الأسد، لأن الأسد يريد سيطرة كاملة على الأراضي السورية بغض النظر من يتحالف مع من.